ضباط المخابرات أنهم طلبوا من حماس بشكل واضح أن يعبروا عن موقف ضد هذه الثورة. ما حدا قال أنهم يدعموا الثورة السورية. جماعة لم تنشئ أي تنظيماً مسلحاً تابعاً لها، دعمت كل الفصائل الوطنية الموجودة ووقفت على مسافة واحدة من الجميع. قد تكون بعض الفصائل لها صفة إسلامية أكثر من غيرها، هذه قد تكون أقرب كانت، لكن نحن لم نتدخل في عمل هذه الفصائل المسلحة لا الإسلامية ولا غير الإسلامية.